مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب بتبقوا جميعا بخير. هنبتدي فقرة جديدة كده في القناة، رسومات سهلة وبسيطة اي حد يقدر يرسمها، حتى لو متعرفش ترسم، حتى لو ما جربتش ترسم قبل كده. رسومات كلها سهلة وبسيطة جدا، تنفع للكبار وتنفع للاطفال. طب ايه اللي احنا هنحتاجه؟ هنحتاج ورقة بيضاء، تمام، مش شرط نوع معين، ممكن تبتدوا في اي حاجة. وهنحتاج الوان. طب هنعمل ايه في الاول؟ اول حاجة هبتدي بيها احنا نرسم منظر سهل وبسيط مع بعض كده، نشوف ايه يعني يبقى الرسم فيه بسيط، بحيث ان برضو لو لسه الناس هتبقى جديدة وكده، فيبتدوا معانا واحدة واحدة. طيب انا هبتدي بالمنظر. اول حاجة وانا ببتدي اي ارسم اي منظر، هتلاقوه في الغالب او هتلاقوه دايما مقسوم لنصين، اللي هو النص ما بين السماء والارض. فانا اول حاجة هعمل الخط اللي هو الفاصل ما بين السماء والأرض، تمام. تاني حاجة هنعمل، انا بس عايز اتأكد ان الخط باين، لان انا متعودة اعمل خطوط خفيفة، بس تمام تقريبا كده كويس. هبتدي بقى اعمل هنا شكل كده عشان نعمل بحيرة مية، ومن الناحية التانية مش لازم الاتنين يبقوا زي بعض خالص، يعني مش لازم يبقوا نفس الشكل هنا الشكل هنا، لا مش شرط خالص. تاني حاجة هنعمل شمس في النص، وبعدين هنرسم شجرتين، هنعمل شجرة الناحية دي وشجرة الناحية دي. هبتدي اعمل خط مستقيم. اللي حابب يستخدم مسطرة تمام، ما فيش مشكلة في البداية. هو انا بفضل من غير مسطرة، لان ايه، من غير مسطرة بيعود ايدينا اكتر على مسكة القلم، على الخطوط تبقى ماشية ازاي. هي طبعا مش هتطلع معانا مظبوطة من اول مرة، بس واحدة واحدة. بس لو حابين تستخدموا مسطرة ما فيش مشكلة. هبتدي اعمل هنا كده عشان يبان شكل الشجر، جذوع الشجر، وهبتدي اعمل نص او جزء من الدايرة كده صغيرة. ده هنا نفس الكلام، هعمله الناحية التانية. هنا كمان هعمل كمان واحدة من فوق، تمام، نفس الكلام من الناحية التانية. حاسه ان الشجره طويله جدا، فهصغرها هقصرها شويه. وانا ما حبيتش امسح الجزئيه ديت، لان ايه يعني ما حبيتش ان انا امسحها واروح انا مصغراها وجايه لكم، علشان تشوفوا ان عادي جدا ممكن من ما تتظبطش معانا من اول مره وبعد كده نظبطها. بس انا هصغرها لان حاسه ان هي ايه كده، ان هي باينه قوي. هقصرها من هنا شويه عشان يبقى فيه بعد في الرسمة، من هنا كده اهو، تمام. من الناحية التانية نفس اللي احنا عملناه بالظبط اهو، ومن هنا كده الموضوع حاسة ان هو شكله الطف بكتير. طيب من الناحية التانية نفس الكلام، خط كده مستقيم، خط كده مستقيم، قصرها سنة، وهبتدي اعمل نفس اللي احنا عملناه الناحية التانية، وبس كده مفيش اسهل من كده. هو كده يعتبر المنظر خلص معانا او الرسمة خلصت معانا. طب هبتدي في ايه بقى؟ هبتدي في التلوين. هي الفكرة كلها دلوقتي هتبقى ايه في التلوين، هو اللي ممكن ياخد معانا وقت اكتر. اول حاجة هجهز الالوان اللي انا هلون بيها. الالوان دي انا هلون بيها في السماء، تمام. لو ما عندكوش كمية الالوان دي يكفي الثلاث درجات، الاحمر والاورنج والاصفر. هو ما فيش لون زيادة، يعني هو الزيادة اللي هو الاورنج الخفيف. لو مش موجود ما فيش مشكلة، تقدروا تعملهم بثلاث الوان بس. اول حاجة هبتدي الون من فوق، هنبتدي اللون من فوق بالاحمر. هحاول بس وانا بلون ان انا ما اضغطش قوي على اللون، لان انا طبيعي الورقه بتاعتي هتبقى خفيفه، فمش عايزه اقطعها، وفي نفس الوقت
امشي كده بالراحه في التلوين. اهم حاجه بس واحنا بنلون بلاش نمشي في كذا اتجاه، يعني امشي في اتجاه واحد. يعني ايه اتجاهات؟ يعني زي ما انا ماشيه كده، وفي ناس بتروح ماشيه كده وتروح ماشيه كده بالطول وبالعرض، ده ما ينفعش. احنا نخلينا في اتجاه واحد، ده هيدينا بشكل الطف جدا جدا للرسمه. هنا انا ماشيه كله بالعرض، تمام. هدف الفقره دي ان اي حد يقدر يجرب معانا ان هو يرسم حتى لو ما بيعرفش يرسم، نطلع كده الطاقه اللي جوانا في رسمه واحنا قاعدين، نخلي الاطفال يجربوا حاجه جديده لو هما ما جربوش يرسموا قبل كده. بس انا كده خلصت الاحمر، هبتدي ادخل على اللون البرتقالي او الاورنج اهو. انا بس وانا بحاول، لو هتلاحظوا هنا ان انا ابتديت من الاحمر، ما ابتديتش من الجزء الابيض اللي انا هبتدي اورنج على طول، لا دخلت في شويه في الجزء الاحمر عشان يبقوا متماسكين مع بعض، وايه نحسهم كده ان هم ايه حاجه واحده، تدرجات مع بعض كده، ما يبقاش فيهم قطع، فالموضوع ما يبانش معانا، يبان معانا مش احسن حاجه. ولو ما جاش معاكم من اول مره مفيش مشكله، يعني انتوا بس جربوا كده وشوفوا النتيجة اللي هتطلع معاكم. خلصت انا كده، حطيت الاورنج الغامق، هحط الفاتح. هتلاقوني بفصل الفيديو كده ما بين اللقطة والتانية، يعني مثلا ما بين اللون والتاني، لاني ما بعملش حاجة جديدة، يعني هو انا ببتدي الون كده او بكمل تلوين، بوقف بس الفيديو عشان الموضوع ما يبقاش طويل قوي، يبقى واخد معانا وقت كبير يعني. فممكن وانتوا لو بترسموا وبتطبقوا معايا ممكن توقفوا الفيديو وبعدين تكملوا الجزء اللي انتوا بتلونوه وبعدين ترجعوا تكملوا، يعني تمشوا معايا واحده واحده. خلصت كده اللون الاورنج الفاتح، وهبتدي احط الاصفر، او ابتديت ان احط الاصفر، وبكده يبقى عملنا منظر غروب جميل في السماء. التدريجات دي بتبقى جميلة جدا، كلها تدريجات من الطبيعة. بس كده هذا خلصنا اول جزئية. ممكن بس امسك اللون الاورنج وادخله حاجة بسيطة على الاورنج الفاتح بحيث ان هو يندمجوا مع بعض من غير ما اضغط على القلم خالص. عرفتوا تعملوا الخطوة دي؟ تمام. ما عرفتوش عادي ممكن تسيبوها كده، الموضوع مش هيبقى وحش يعني، بس هو الافضل طبعا ان انا ادمجه كده بس حاجة بسيطة. نفس الكلام زي ما عملت في الاورنج عملت في الاحمر. طيب بعد كده بقى نبتدي ندخل على المية. هنا المية انا جهزت لونين، اللبني او الازرق الفاتح والازرق الغامق. هبتدي بالعرض برضو، اعمل المية. طبعا انا هعمل الجزء بس اللي في النص، مش هعمل الجزء اللي تحت كله. الاجزاء اللي في الجنب دي انا هعملها خضرة، فانا هبتدي اهو واحدة واحدة زي ما اتفقنا. اهم حاجة ان انا ما لونش في كذا اتجاه، امشي كده في اتجاه واحد بحيث ان التلوين بتاعي يبقى شكله جميل. كده خلصنا اللبني، وهنبتدي ناخد الازرق. الازرق ده هعمل بيه ايه؟ هعمل بس بيه الاطراف كده من هنا ومن هنا، بحيث ان هو يديني ايه، كأن في ظل كده عند المية. شايفين؟ بحاول ادمجها كده مع اللبني من غير ما اضغط قوي، انا بس عايزاها اغمق من اللبني، يعني مش عايزاهم نفس الدرجة، وفي نفس الوقت مش عايزاها غامقة خالص بحيث ان الخطوط بتاعتي ما تبقاش حادة قوي وتبان مش لطيفة.
هعمل الناحية دي او الطرف ده، وهعمل برضو الطرف التاني. وبس كده خلصنا الازرق، يدوب بس عملناهم ايه من الاطراف. هبتدي برضو اعمل الزرع او العشب اللي بيبقى الناحية دي، الناحية دي والناحية دي. امسح بس الجزء ده، ما تقيدوش نفسكم يعني، مش لازم نفس الدرجات تبقى موجودة، هي المهم ان هما يبقوا ايه درجتين يبقوا مختلفين عن بعض، درجة فاتحة ودرجة غامقة. يعني خدوا الموضوع كده ان انتوا ايه بتطلعوا طاقة، مثلا تجربوا حاجة جديدة للي بيجرب كده يعني، مش لازم تأيدوا نفسكم ان يبقى في ادوات معينة او خامات معينة نستخدمها، لا عادي خالص، مجرد ورقة وقلم وألوان كده، حتى من ألوان الأطفال اللي بتبقى موجودة في البيت، وجرب عجبكم الموضوع ممكن تبقوا ايه تشتروا لنفسكم أدوات وبرضو تعمل وتشوفوا الموضوع. ايه ده، خلصنا اللون الأخضر الفاتح. هنعمل زي ما عملنا في المية الأطراف بتاعتها، هنعمل برضو في العشب الاطراف بتاعته، وده زي ما اتفقنا عشان يديني زي عمق كده، او مكان غامق ومكان فاتح. تمام، يعني وقت قصير جدا وهنبقى عملنا رسمة جميلة. طبعا الكلام ده للناس اللي هي ما بتعرفش ترسم خالص او مجربتش ترسم قبل كده، او للاطفال لو عايزينهم يجربوا حاجة جديدة او يرسموا لوحة ليهم. زي ما اتفقنا انا بفصل الفيديو كل شوية بحيث ان ايه ما مش هعمل حاجة جديدة يعني، ما طولش بس وقت الفيديو وخلاص، يعني كده كده مش هبقى برسم او بعمل حاجة جديدة. زي ما انتوا شايفين كده نفس الطريقة هي هي كده. خلصنا يعتبر، هنبتدي بس نجيب لون بني غامق وبني فاتح، درجتين قبل البني الفاتح والبني الغامق. مفيش بني فاتح وبني غامق، ممكن تستخدموا بني فاتح او درجة البني اللي معاكم ايا كان، وبدل البني الغامق اسود عادي هيمشي يعني، هيأدي الغرض معانا، مفيش اي مشكلة. مش عايزين في الرسم ده زي ما اتفقنا ان احنا نحط اي حاجة تعقدنا او تعطل. انا بس هدي كده زي عمق في الشجرة في الجزء في الطرف الناحية دي بس، ونفس الكلام من الناحية التانية برضو هو البني. هنا في الشجرة انا عملتها بالطول. تمام، مش عايزاكم تأيدوا نفسكم خالص وانتوا بتجربوا الحاجات دي يعني، جربوا خدوا الموضوع ببساطة. انا عايزة اجرب حاجة جديدة، عايزة اجرب اشوف نفسي عند الموهبة ولا لا، حاجة المهم ان انا اجرب يعني، حاجة تبقى مختلفة بالنسبة لكم. هبتدي بقى هنا 3 درجات اخضر، مفيش درجتين واللون الاصفر، يعني انا هنا هحط 3 درجات، الاخضر الغامق والاخضر الفاتح واخضر فاتح، معايا 3 درجات. مش معاكم 3 درجات يبقى درجتين الاخضر، واللون اللي انا هحطه فوق اللي هو الاخضر الفاتح خالص ممكن تستخدمه مكانه اللون الاصفر، مفيش مشكلة خالص، هيديني برضو نفس الفكرة او نفس الشكل. بس كده همشي بقى في الشجر كله اللي هو بقية الحاجات دي بنفس النظام. بس كده اخر جزء، وبكده نبقى خلصنا الشجر واديناله شكل لطيف. همسك بس هعمل كده في مية لون اصفر بحيث ان هو ايه ظل السماء نازل على المية، وممكن برضو اديله جزء اورنج بسيط وبس كده. عايزة اضغط على القلم شوية. تمام، انا بالنسبة لي كده تمام. هعمل بس شوية عصافير في السماء، بس هعملها ازاي النقطة، وهطلع بخط كده وخط كده نقطة وخط كده وخط كده، منتهى البساطة، مفيش اسهل من كده. بوزعهم بقى، اهم حاجة ان انا مرتبش كده واعملهم جنب بعض، لا انا بس بوزعهم كل ما بيبقوا صغيرين كأنهم بعاد، وبيبقوا كبار كأنهم قريبين شوية.
وبس كده خلصنا رسمة سهلة وسريعة وبسيطة جدا جدا جدا، واي حد يقدر يعملها. وزي ما قلت لكم ما تقيدوش نفسكم، خدوا الموضوع بشكل لطيف وانتوا تتبسطوا جدا وانتوا بترسموا وتلونوا. ولما تخلصوا وتلاقوا النتيجة قدامكم، النتيجة بتبقى مرضية، يعني بتبقى ايه، تخلي الواحد مبسوط وسعيد كده ان هو عمل حاجة. والموضوع زي ما اتفقنا ان هو مش محتاج حاجات كتيرة. يلا اشوفكم في فيديو جديد، في فيديو جديد ان شاء الله. ولو مش مشتركين في القناة ما تنسوش تشتركوا قبل ما تخرجوا. باي.